حتى كوبهم داخل حزب بس هو مستقل وتالف وياهم واجا من طريق الاستقلاليه مالته وحصل اصوات الاستقلاليه هم انتفضوا ووقعوا وياهم. جمعتهم المصلحه الاساسيه للقانون القديم. هذا واحد. انا يعني شويه على موضوع اللي طرقه استاذ حسام، استاذ علي بالقراءه الاولى، استاذ حسين موجودين، بالقراءه الاولى القانون قرينا فقط العناوين العامه. الغاء القانون السابق ودمج القانون وش قد المحافظه حصتها وشنو الشروط، ماكو تفاصيل على لسان تلقوا ماكو. باعتبار كان على الغاء القانون السابق. الجلسه الثانيه اللي صار بها انسحاب، عاده النائب من يجي يوقع الاسم مالته وياخذ جدول الاعمال والقوانين. جدول والجلسه من ضمنها كان الجلسه مال التعديل. نجي ما موجود القانون. ما موجود. سلقيت القانون؟ ما موجود القانون. يعني انت مخالفه، انت يعني عندك شيء، عندك شيء، عندك شيء تخاف من عنده؟ شلون يعني مثلا ضامن؟ استاذ هو هاي العمليه كلها انه ايصال اراده اعاده الوجوه القديمه اللي ما ممكن توصل بهذا القانون من قبل الاحزاب الكبيره، ايصالا لهذا القانون. الاحزاب الكبيره يقول لك انا فايز تحت اي قانون، فايز موجود. لا هذا القانون لا خسرهم الكثير. هذا القانون خسرهم كذا، ولو كان اكو وعي بعد اكثر عند الشارع راح يكون خسارتهم بعد اكثر. اليوم التجربه الجديده للمستقلين اذا نجحت بهاي الدوره راح يكون راي الشعب بعد اكثر بها، احنا نعول على الشعب بصراحه. احنا كل اللي تحدثته انه المستقلين تشتتوا، المستقلين قليلين، المستقلين صوتهم قوي، هاي رساله اولى، اول بادره للمستقلين يكون هم اول دوره يكون اكو صوت المستقلين حتى لو كان قليل، هذا بادره رساله للشعب حتى يكون بالدوره الجايه راح يكون اختياره يكون صحيح.